أنا قلبي دايما بيطير باحثا عن كل كلمة جاءت في الكتب كتبها الإمام الشافعي، له في قلبي مكانة رفيعة، لأنه هقول لكم في الحلقة، مش عايز يعني أرجع، لأن أنا اكتشفت إن كل الكلام اللي قلته ده قلته في المقدمة، ويعني الحاجات عادت بعضها، لكن في الإعادة ممكن يبقى فيه إفادة. أنا حبيت أروح عند مسجد الإمام الشافعي، لكن للأسف هو المسجد، لا مش للأسف ولا حاجة، يعني لسوء حظي أنا المسجد كان بيتجدد ومعمول له خطة كويسة، فإحنا وقفنا عند على أبواب المسجد واتكلمنا عن هذا الرجل. في مميزات عد زي ما أنت عايز، لكن أنا خدت فكرة من عند الإمام الشافعي الذي ولد سنة 150 هجري وانتقل إلى جوار ربه 2205، يعني عاش 55 سنة لكنه ظل في التاريخ الإنساني، خلي بالك مش الديني بس، التاريخ الإنساني رجل له مكانة بارزة طول الوقت. نروح للإمام الشافعي. فانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. هنا المكان ده بقاله أكتر من 1200 سنة، كان بيت عاش فيه سيدنا الإمام الشافعي. عشان أولا نعرف حاجات كتير، أولا أنا هقول إحنا جينا هنا ليه، بس عشان تعرف إن مصر فيها أماكن مش مسألة تاريخ ومسألة شخصيات كبيرة ومهمة وعظيمة، لا، إنه في دروس مصر كل ما تمشي في حتة تلاقي في مكان ممكن تتعلم منه، ده إذا كنت عايز تتعلم مش أنت. مصر مليانة حاجات حلوة، لو عايز تمخمخ كده وتاخد من اللي فات عشان تبني لقدام لازم تقف عند الإمام الشافعي. ليه بقى أنا قلت يمكن تكون بداية الإمام الشافعي من البدايات المهمة؟ لأنه هذا الإمام العظيم اتولد سنة 1150 هجري فين؟ في غزة. بص بقى خلي بالك الإمام الشافعي ده فيه يعني كذا حاجة مهمين جدا. هو أولا جامعة عربية، ازاي؟ اتولد سنة 150 هجري في غزة، وبعدين نشأ وترعرع في المدينة المنورة، ثم تتلمذ وتعلم على يد الإمام مالك بن أنس، يعني الأئمة، وكانوا يسموه يعني نجم العلماء، نجم العلماء وعاشق المدينة. وبعدين راح اليمن، وبعدين اتقبض عليه في اليمن، فراح العراق قابل هارون الرشيد، وبعدين رجع تاني المدينة، وبعدين راح مصر وتوفى عندنا هنا في مصر، فلف في الوطن العربي كله لأن كان شعاره السفر، سافر تجد عوضا عمن تفارقه. كان فكرته إن لازم الناس تسافر عشان تتعلم، عشان تشوف الدنيا وتدي الناس. إيه هنا بقى أهم ما رأيت أنا، وممكن أكون مصيب أو مخطئ، لكن رأيت إيه في الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي عاش 54 سنة، كل قصة 150 هجري 204، وتوفى في مصر مع صديقه عبد الله ابن الحكم، ده من المدينة برضو، وكان البيت هنا وتوفى واتدفن هنا. ايه الدرس بقى اللي لابد ننتبه له؟ ان الإمام الشافعي لما عاش في العراق عمل فقه، فقه هو مذهب، احنا عندنا اربع مذاهب ما فيش غيرهم اساسيين، يعني أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن حنبل، هم دول الأربعة، منهم الإمام الشافعي اللي هو يعتبر الثالث واللي عاصر أحمد ابن حنبل، وتقابلوا مع بعض كتير في العراق، يتقابلوا مع بعض وتعلموا من بعض كتير. لما جه الإمام الشافعي مصر
غير الفقه، مش كله لكن غير جزء. ايه يا عمنا في ايه؟ قال لك لا، ده الحياه هنا غير هنا، العادات هنا غير هنا. فغير بقى في فقه جديد للامام الشافعي في 50 سنه. احنا بقالنا 100 و1200 سنه مش عارفين نتغير، مع انه هو غير في 50 سنه غير الفقه. اذا كنت عايز تقول تجديد الخطاب الديني، الامام الشافعي هو جدد خطابه هو، وقال لك علمك حاجه بسيطه، ان الفقه لازم تغيره، لازم يتغير حسب الاحوال وحسب الدنيا وحسب الظروف وحسب العادات. خذ العفو وامر بالعرف. الامام الشافعي عمل كده. هل احنا اتعلمنا ده من الامام الشافعي؟ هل اتعلمنا انه لابد ان احنا كل شويه نبص كويس ونطور ونعمل؟ هو ده اللي جابني عند ضريح الامام الشافعي، اللي تحول الى مسجد كبير بعد مع مرور الوقت. والفضل الكبير رجع في الحكايه دي لصلاح الدين الايوبي، هو اللي عمله مسجد كبير. وبعد كده السلطان الكامل مدفون هنا، والاميره شمس مدفونه هنا، هم جددوا في القبه وعملوا حاجات كتير. فهل الفكره اللي انا بقولها دي ممكن تكون هي البدايه، ان احنا لابد ان احنا نجدد؟ مش بتكلم على فكره بس على الخطاب الديني، بتكلم ان الحياه متجدده، ان ايه؟ ان ساحه طاب وان لم يجري لم يطي. والله عجزت يا ابو حنفي، شكلي عجوز قوي، جميل، مبسوط قوي ان انا عجزت، الحمد لله رب العالمين. انا عندي افكار تانية وحاجات تانية، وعندنا حاجه عملناها عن السينما في اسكندريه هنعرضها لكم، بس قبل كده عشان خاطر انا طولت قوي، والاستاذ جورج قرداحي وصل، وانا يعني الحقيقه يعني بشعر بخجل، يعني انا مش عارف اعمل معاه حوار ازاي، لان بحس ان هو استاذ كبير، والاوعاد قدام الاساتذه اللي يعلمونا حاجات حلوه، واللي تحس اجمل حاجه انك تحس الانسان اللي قدامك موزون، يعني هو عارف هو بيعمل ايه وعايز ايه ورايح فين ويجب ان احنا نروح فين، مترتب كده. اجمل حاجه ان الانسان يكون مترتب وشايف وفاهم وبيسمع وبيفكر وبيقرر. ده الاستاذ جورج قرداحي، اللي انا بعتبره يعني ما يمكن يزعل مني اقول ان هو من اساتذتي، لان هو انا بالنسبه له يعني بعيد عن نجوميته خالص الحقيقه. جورج حاجه رائعه، فانا بشكره ان هو مشرفني وادعوا لي ان انا اقدر اعمل معاه حوار كويس، وان انا اعرف اساله كويس، وان انا نعرف نناقش قضيه الاختلاف في الراي. لولا الزلطين ما الوعود انضرم. بعد الفاصل، بعد ما نشوف السينما، نلتقي مع الاعلامي القدير. انا ما بحبش كلمه اعلامي الحقيقه، بس هو الناس بتقولها، انما انا بحب كلمه المذيع، لانه جورج مذيع كبير. انما انا رايي ان انا مع مذيع ورجل مفكر عربي، من ضمن اعماله ومن ضمن شغله ان هو بيشتغل مذيع كبير وناجح وليه شعبيه عريضه. انا هحاول يعني انتزعها منه النهارده. تفتكروا؟ مش هقدر طبعا، مش هقدر، انما هحاول استغل شعبيه جورج قرداحي واحاول اتحاور معاه، وان شاء الله الحوار يكون يعني، او انا اكون على قدر حوار جورج قرداحي.